السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم تكلمت كثير عن الموضوع حلبة نادي عمان للسيارات. والمشكلة طبعا تكمن الآن في مسألة ترويج لهذه الحلبة. في معظم الأحيان طبعا أنا أنزل فيديوهات تكون فيديوهات فنية أكثر شيء، نتكلم عن بعض المواضيع ومنتجات اللي هي نازلة في السوق، ويمكن الهاوي يتمنى أنه هو يعرف وش هذا المنتج، كيف ممكن يستخدم، إلى غير ذلك من الأمور المهمة لهذا المنتج. ومن الغريب المكان أني لاحظت أنه يعني حتى اللي هم المشتركين عدد بسيط جدا، ونادرا ما يكونوا حاطين أي نوع من التعليق تحت فيديو. هو طبعا شيء انا ما اعتقد انه سليم، لانه على اساس نطور اعمارنا ونصل الى مستويات عليا ونستطيع الترويج لهذه الهواية، لابد ان يكون هنالك مشاركات من قبل المشتركين، وكذلك تحفيز الاخرين للدخول في القناة والبحث واعطاء ارائهم، وحتى مثلا اعطاء افكار جديدة نبحث عنها أو نشارك بها أو نفيد ونستفيد. المشكلة أنه في معظم الأحيان نبحث عن المشاهير على أساس يعطونا أفكار، ويمكن حتى يروجوا لنا. جابوا مرة في الحلبة واحد من الأخوة، أنا ما أعرف من هو صراحة، على أساس يأخذ شوية فيديوهات وكذا ويسوي لنا فيديو ويسوي لنا دعاية، ولكن للأسف الشديد ما أتوقع أنه صار شيء، لأنه ما من وراء هذا الترويج فلوس، فبطبيعة الحال ما راح يكون في أي نوع من الدعم أو حتى المبادرة من هؤلاء ما يسمون بالمشاهير أنهم يسويوا هذا الشيء. أصبحت المسألة مادية أكثر مما هي الآن. فأتمنى من الشباب أنهم يتحركوا بنفسهم. يعني الآن الفيديو مثلا نزلناه، حسيت أنه في فائدة منه أو في مثلا شيء ممكن واحد يستفيد منه من الأخوة اللي هم ما عندهم رابطة وحتى ما معكم في الجروب، وممكن تودي له اللينك خليه يشارك، وعلى ضوء هذا هو يفيد ويوزع ويوزع ويوزع. لأن تابعت في عندنا في اليوتيوب ما حصلت حقيقة فيديوهات فنية بالعربي، قليل جدا، يعني حتى يعني يكاد يكون عد بالأصابع. فحاول قدر المستطاع أن الفيديوهات فقط لا تبقى في عمان، حتى إذا كان عندك حد مثلا برا ممكن تاخذ رايه، ممكن يعني تودي له اللينك خليه يفتح يشوف، اذا كان هنالك تعقيب ممكن يحط، ممكن نستفيد منه من بعض الامور اللي هي يعني هو يكون ادرى بها منا احنا. وفي نفس الوقت هي الطريقه الوحيده اللي احنا نروج للهوايه هذه اللي هي شبه انها راكده في عمان، نهائيا راكده يعني. فاتمنى انه نتعاون كلنا، ومثل ما قلت لكم ما ننتظر المشاهير، المشاهير هذا لا كلهم يبحثوا عن الفلوس في نهاية المطاف، أعطيه شيء على أساس أسوي لك شيء، وإلا ما راح يسوي لك شيء. يعني من الغريب مكان حصل يعني واحد يتكلم مثلا عن أعمال خيرية وفي نفس الوقت يستلم شوية أشياء، يعني فما أفهم يعني كيف تستلم وفي نفس الوقت تروج. أنت تروج لله سبحانه وتعالى إذا كان شيء عمل خيري، ولكن في نهاية المطاف كل هدفهم المتابعين، كل ما يزيدوا المتابعين كل ما كان أفضل لهم. ويعني في نظرنا احنا نحس انه هؤلاء هم اللي بإمكانهم انهم يروجوا لنا ويخلوا لنا الحلبة يعني او الهواية تكبر. لا، انا اقول احنا وحدنا ممكن نروج للهواية بطريقتنا، ولازم نتعاون. ومثل ما قلت لكم في اي مقترح ممكن تحطوه في اللينك تحت أو في خانة الاقتراحات، ممكن تكتب مثلا ممكن تتكلم عن فيديو فلانية. وصار يعني واحد من الأخوة جزاه الله خير طالب مني أن أسوي له فيديو، وتكلمنا عن الأويل شوك أويلز وكذا، وما كملت الفيديو بعدني، لكن بإذن الله راح أكمل الفيديو هذا مستقبلا لما يكون عندي فضاء. في الوقت الحالي طبعا أي منتج ينزل عندي جديد أحب أن أحطه في اليوتيوب مباشرة، على أساس كلنا نستفيد وكلكم تشوفوا ويش الأشياء الموجودة الجديدة المتوفرة في السوق اللي ممكن إحنا كهواة إحنا في عمان نسويها أو نستفيد منها، أو حتى المحلات ممكن تشتري وتجيبها ويكون من خلالها نستفيد.
فهذه نقطة مهمة جدا، لا ننتظر المشاهير، المشاهير ما راح يسوي لنا شيء، ما ننتظر من هم يدعون بأنهم ممكن يسوي لنا دعايات كبيرة، للأسف ما في أي شيء، وعلينا أن احنا وحدنا نتحرك، ونتحرك بطريقة استراتيجية اللي هي أنت تعرف حد عنده ممكن تطرش له لينك، دور لك واحد من الفيديوهات الموجودة، أو حتى أنت بنفسك ممكن تسوي لك فيديو، وبعدين تطرش للإخوان هذلا، وعلى ضوء هذا هذه الأمور تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، وإن شاء الله تكون أكبر من كذا. هذا وإن شاء الله للحديث بقية، وجزاكم الله خير.